رجعنا لكم اذا مشاهدينا الكرام على ميديا تي في، ومن بين الضيوف اللي كانوا حاضرين في فعاليات الدوره 15 مهرجان موازين ايقاعات العالم، فنان اللي تسافر بفنه اللي تعشقه من الصغر هو كادير جابوني. مرحبا بك. الله يسلمك خويا منتصر، فرحان بزاف كي راني معاك وفرحتي كبيره كي راني في بلادي. في بلادي انت تتعرف الجمهور المغربي لانك شاركتي في عده مهرجانات، ولكن الجمهور د موازين وانك تتشارك في موازين كنتي تتسنى انك تجي الموازين كادر؟ والله العظيم كان بالنسبه لي حلم، لان هذه المحطه مهمه بالنسبه لي، خصوصا المهرجان الوحيد اللي ربما اللي يضم ايقاعات العالم. تقدر تشوف انسان افريكان، انسان ماروكان، انسان عربيه ما تلقاهاش هذه في مهرجانات عالميه، تلقاها في المهرجان الموازين. كنت فرحان بزاف بتواجدي هنا في هذا المهرجان، خصوصا اني نعشق الجمهور المغربي ونعشق تفاعلوا معايا ونعشق الديالوج اللي يديروا معايا في الحوار اللي يكون بيني وبينه، خاطرش هذاك الحوار نقدر نقول لك نحس به غير انايا خاطرش نكون متواجد في المنصه. نعم، اذا انت فنان جزائري تتعشق الراي، يعني حاجه الناس يقولوا لي خاصك تسولوا كادر جابوني. كادر جابوني، شكون اللي جابوني؟ الاب ديالك ولا الام؟ لا ما عندي لا بابات لا بابات لا ام. حنا على بالك تعرف لي كارتي بوفيلا الا ما سموه جابوني سموك تايلاندي. هذا مكسيك. حنا بكري كانوا الاسماء كانوا باش تشوف باش يطلقوا على واحد لي سيرنو يطلقوها من الافلام. بكري كانت لا تيليفيزيون هكذا، وكنت بكري كنت نحب نشوف غير اللي فيه كاراتي بكري. هذا واش كاين؟ هذه هي اللي بدات في الحومه، جابوني جابوني. ابخي ومن بعد ولات كادير كادير، باسكو حنا ما نساوش اللي في الراي عندنا بزاف اللي كادير. الشاب كادير البارينغ، والشاب كادير الوهراني، الشاب كادير هذا، الشاب كادير هذا. جابوني كوميرسيالمون مع سوقتني هذا الاسم، الناس كادير جابوني تقبلوه. اليوم ان شاء الله مع الايام ربي ان شاء الله بالك راح تنحى هذيك جابوني تقعد كادير كادير. يعني عندك جمهور في جابون ولا لا؟ جابون كنقول لك تلاقيت في حفله، ما نقولكش عندي جمهور في جابون. عندي ناس يدخلوا انا عندي باج اللي الناس يدخلوا نلقى الناس من جابون بالك يدخلوا باش بار كيريوزيتي يشوفوا هذا كادير جابوني. علاش جابوني؟ باسكو راه حتى لو لوك ديالك جابوني، عينيك وداك الشيء والشعار وداك الشيء تقدر تكون جابوني او اسيوي، يعني تقدر تكون. غنشوفوا العينين ديالك. لا لا لا، العينين مغرزين صافي. انت منين؟ من الجزائر؟ من الجي. من الجي سونتر، من الجي سونتر، من باب الواد، حي شعبي هذا، حي معلوم. شعبي باب الواد اللي خرجوا منه بزاف فنانين وخرجوا منه، لانه كذب عليك انه الفنانين وسواء الشعراء ولا لي كوميديا يخرجوا من الاحياء الشعبيه، لانه في الاحياء الشعبيه راح تعلمت ما في تتحكم مزيان. وي الواحد ما ينساش أصله. ما ينساش الناس اللي تربوا معاه، وما ينساش الناس اللي امنوا به كي كان صغير. نعم، كادر الجابوني انت يا تتغني الراي، تتعشق الراي، والراي فيه وفيه، كاين الراي النقي وكاين الراي اللي تنقولوا شويه فيه كلمات اللي ما يقدروش يسمعوا مع العائله مع الاصدقاء. شنو تقييمك الان للراي؟ كي ولا الراي؟ نقول لك انا بالنسبه لي انه هذا الموجه تاع الراي ولا الناس اللي الموجود دخول الانترنت كي تدخل نيمبورت كيل بي افون، وكنجو نروحوا لندن، كان امينيم 55 ممنوع باش الدراري يسمعوهم في لندن، باسكو جات واحد الموجه الناس تقبلتهم. يقول لك على الكلمات نتاعهم، بصح الموجه هذه جابتها خلقتها الانترنت. مع الوقت الناس تأضبطت، مع الوقت تأضبطوا مع الكلمات. بارابور ليا انا قلتها دائما، انا انسان قريت الادب، قريت ادبي، اختياري المواضيع يكون عباره عن دراسه نص. نختار مواضيع كيما راني اختاني نكتب في دراسه النص، لازم تكون مقدمه عرض خاتمه، وبالتالي لازم يكون المستمع تاعي يخرج بحلول من هذه الاغنيه، يعرف واش راني نعالج باش اليوم راني في المغرب وراني في بلدان المغرب العربي سواء في تونس ولا في هيدا، سكينه واحد كاين الكلمه نقيه وكلمه نظيفه، لان نحترم جمهوري ونحترم العائله تاعي بصفه خاصه، لان ما نقدرش انا ندير كلمات اللي غدوه من غدوه يتحاسب عليهم، لانه دوكا اليوتيوب ما يرحمش، جوجل ما يرحمش، دوك غدوه من غدوه يتحاسب عليهم. دابيا غدوه كي يكبر وليدي ولا يكبروا لي زونفون ديالي يقول لي كي يروحوا اليوتيوب يعرفوا باباهم واش كان يغني. عندك وليدات؟ عندي ولد. وليد وليد شحال في عمره كادير؟
ديزون ديزون تعشق الراي ولا لا؟ يا احنا الراي يعشقه من الصغر صغار من الكبار. لا بغى يغني تعاونو بيان سور الى حب الى اشترح 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 ومال هكذا وكانت عنده الموهبه. الا ما كانش عنده الموهبه نقول له حبس. نعم الفن هو رساله كادر جابوني. المواضيع اللي تتكلم عليها عده مواضيع، مشاكل الهجره، الشباب، العائله، الحب. واش تظن بان الفنان يقدر يساهم في تحسين الواقع السلبي اللي تنعيشوه في المجتمعات ديالنا؟ بيان سور انه الفنان مش كيما السياسي. نقدر نقول لك انه السياسي يقدر يروح ويعاود يولي ويروح وينساوه الناس، لانه الفنان بار كونتر الفنان الميساج تاعو يقدر يلحق. الفنان الذكي اللي يلحق ميساج، الانتيليجون اللي يقدر يلحق الميساج ديالو، يقدر يساهم بالكلمه منه للبيبليك تاعو. لانه اليوم الفنان ولا عنده دي فان، ولي فان نتاع هذا الوقت ماشي مالي فان تاع بكري. اليوم لي فان تاع هذا الوقت مبرونشين بلوس انترنت، مبرونشين يعرفوا الفنان تاعهم واش هو يدير، واش راهو يلبس، واش هو يهضر، يتبعوه كاع. اليوم بالك انا الهضره اللي نهضرها معاك غدوه يحاسبوني عليها ناس، خاطرش يقولوا لي شفناك مع منتصر، ولا شفناك ميديا، سمعنا واش كنت تهضر. تالي انا دائما نكون الكلام تاعي يكون دائما موجه للشباب، لانه نغني الاغنيه الشبابيه اللي تعبر على الحب، تعبر على السلام، تعبر على في مضمونها كاين 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 هدف. الهدف هذا اللي نقدر نلخصه هنا في الاغاني ديالي، سواء العاطفيه ولا في الاجتماعيه، ولا حتى وكان ندير مواضيع مع دي زوتر غروب اللي ما يغنوش الراي هكا. دائما نحاول لا بروف لا شونسون الاخرانيه ديالي في الالبوم حكايه وصباح لو ميساج. لو ميساج مع جروب امزاد، هذا جروب امزاد اللي يخدم موسيقى تركيه قناوي بور لا بريمير فوا مع رايمان موسيقية قريبة، وسميناها الميساج. حبينا نوصلوا أنه من خلال شفنا الأغنية تتكلم على كيفاش الناس سافرت بالتاريخ عبر الحجارة. كاين في الحجارة عندنا في الصحراء مكتوب مرسومين الحيوانات، مرسومين هكا، عرفنا كيفاش هاد الحجارة قدرت نقدرنا نبعثوا رسالة بطريقة فنية ماشي بطريقة بيولوجية. نعم جيولوجيا نقدر نقول لك الانسان غريب لك كاني شو لازم تقرا لا جيولوجي باش تقدر تعرف العصور ولا تعرف هكذا. مي دوكا بالفن تقدر تعرف باللي هاد الرسومات كانت فيه وقت وحنا رانا فيه وقت. تبارك الله عليك، اكثر من 16 البوم. الالبوم الاخير ديالك هو هذا حكايه فيه ديال 8 الاغاني، 8 حكايات، يعني 8 حكايات ولا. وحياتك هي حكايات ولا. تبغي يديروا فيلم عليك كادر جابوني؟ بو عندي سيناريو بزاف، انا عندي سيناريو بزاف. حيت درتي انت كممثل سيت كوم في الجزائر. سيت كوم وما نكذبش عليك، انا حاجه نخاف منها، مع بالك الناس تقبلوني كفنان ما يقدرش يقبلوني كفيلم. بالك لي سيت كوم الفترة نتاعهم صغيرة هكذا، سما تقدر تكون عندك ان باساج وين تقدر تكون خفيف الظلم. فيلم راهو ساعة، عندي فيلم موسيقي وعرضوا عليا واحد السيناريو، راني نقرا فيهم هاد السيناريو. بصح حبيت نشوف شخصية كادير في هذا الفيلم. إلا لقيت شخصيتي وهذا يتكلم عليا كأنا كادير هكا ونكملوا ونعرف باللي وقريب ليا هاد الاستوار، قريبة ليا، لما لا نقدر نكون نمثل. لأنه سواء باش تكون تغني تقدر تكون مثل. نعم مادام تقابل كاميرا راك تقابل الكاميرا. تبارك الله عليك كادر جابوني الضيف ديالنا، ما نخليكش تمشي، بغي نسمعوا شي حاجه هكذا للناس اللي يرافقونا من خلال التغطيه لمهرجان موازين ايقاعات العالم. اعطينا شي حاجه هكذا يا نعطيك استخبار من الالبوم الاخير الاغنيه انت سبابي، الناس اللي راهم يحبوها وان شاء الله اللي غنيتها ديجا في الموازين. انت سبابي هي اول قطعه اللي اختاريتي في الالبوم. نسمعوا لك الكادر جابوني. وانت سبابي عيشتيني في الدوت، حي عليا كل يوم نحيا ونموت، طال الحال ما بغاش عليا يفوت ارايي ويا وادي، بغيتي الكمال وقلتي لي صايي، وانا في عشقك وحدي بطايي، فهمتيني قلتي داير رايي، اي وادي اي قلبي.